السلام عليكم. القصة اليوم كتعتبر من الأروع في الموفمون الأوروبي، قصة صراعات بين مجموعة كبيرة ومجموعة مغمورة، وكانت النتيجة حرب قوية ومشهورة وانتشرت حتى وصلت للكتب والروايات. كالكتاب الرائع فيريوزي اللي كيحكي مغامرات البريغاد روسونيري الفاصل اللي كيشجع أسي ميلان واللي اندمجوا سنة 2008 مع غريوري أولتراس واللي معروف دابا بكورفا سود ميلان. المهم هادشي اللي غنعرفوه في هاد الحلقة، باش ما نطولش خلي شي لايك وسبسكرايب ديك البوطون الحمر. تشوفوا مور الانت. غنرجعو قبل 29 سنة وبالضبط في 2 فبراير 1991. القصة كتهضر على نواة مجموعة الميلان وتلاقوا في مطار ميلان غادي لمدينة كالياري باش يواجهوا الفريق المحلي. تلاقى كل من نيبيو وكودن وتيفياب أكيوني وفالكاو وبيكيو. بطبيعة الحال هذه ماشي أسماء حقيقية، غير مجرد ألقاب اللي استخدمها الراوي باش يحافظ على سرية الأعضاء. المهم بداو كيتجمعوا والجمهور كيجي من كل قنت، وكالعادة الشرطة حتى هي حاضرة وغتكون أول شرارات الحرب، بحيث واحد الشرطة غيطلق واحد الكلب على أحد النواة ديال البريقة، وهنا بدات التعسفات مع المخزن. في نفس الوقت كيهدئوا الوضع باش ما توقعش شي حاجة، حيت كيقولوا أنهم حتى هما كيشجعوا ميلان، ولكن الراوي كيقول أن الخوف من الجمهور هو اللي خلاهم يقولوا ديك الهضرة. ومن بعد شي دقائق بدات الرحلة لمدينة كاليار، بحيث كانوا أولتراس فيريوزي من المتوقع باغين ينتقموا من جمهور ميلان من بعد مباراة الذهاب في موسم 1991-92 منين دخلت جماهير الميلانيستا مع 12 قبل الماتش بثلاثة سوايع. بدو مشجعين كالياري كيسبوا كيشتموا في جماهير الميلانيزي، ومن بعد واحد لمدة قصيرة بدو جماهير الميلان كيغني سمعوا يا جمهور الحوتالة غادي نسرقوا لكم الغنم ديالكم، بحيث كالياري معروفة بنسبة كبيرة من الفلاحين والقراويين. من بعد واحد الوقت من الزمن غيتهز واحد الميساج من طرف جماهير كالياري مكتوب عليها ميلاني يهودي تتساوي أكرهك، واستمر الرد من طرف جماهير ميلان وكيغنيو بكلمة سيريبي حيث كانت مهددة كالياري بالنزول في هذا الموسم للدوزيام سيد. وهنا غيبدا الشغب طرف جماهير الميلان حتى يبداو يهرسوا الكراسة ويضربوا بهم الجمهور اللي في المنصة اللي لتحت، وغادي يتسالى الماتش بخسارة كاريالي وخرج الجمهور للشارع باش يتسناو الميلانيزي. وهنا غتبدا القضية اللي كيدور عليها الفيلم كامل، واش نساوها ولا كتبقى ديما تما؟ فجمهور كاريالي نساو الباش معلق بالأحمر والأزرق ومكتوب عليه فيريوزي، وهو الباش الأعرق بالكورفانور. بعد شوية ديال الوقت غادي يمشي زيجولو للطواليط بموافقة الشرطة، إلا أنه بدل الطريق اللي غادي فيها ومشات لجهة الباش وحط بلاصتو درابو صغير بالحمر والكحل باش ميلفتش الانتباه ديال المخزن، واخا هما ما عندهمش هاد الالوان في الكورف. وغي ياخد الباش ويخبعو في الساكادو ديالو، وغادي يخرجوا جماهير الميلانيستا باش يمشيو للميناء ويركبوا الباخره باش يرجعوا لميلان. وهنا غادي تشوف واحد اللقطه دراماتيكي، غادي يقلبوا جماهير الميلانيستا الباش ديال الفيريوزي في مؤخره الباخره امام جماهير الكالياري اللي وصلوا معطلين لديك البلاصه. وبدات الرحله ديالهم باش يرجعوا لميلان، وكانوا فرحانين وزاهين في الباخير. ومنين غيوصلوا لواحد البلاصه سميتها سيفيتافيكيا غادي يلقاو قدامهم ثلاثه ديال الاعضاء ديال الفيريوزي، جاو بالطياره خاصه وصلوا قبل منهم، معاهم البوليس في يدهم مذكره تفتيش ديال انه باش مسروق واللي ما عمرها كانت فعلا من الأولتراس. بداو نواه الفيريوزي كيهضروا مع الميلانيزي باش يردوا لهم الباش، لكن غيردوا عليهم بطريقه مضحكه، الباش رمينا في البحر وكلها كلب البحر. وغادي يبداو البوليس يقلبوا الباخره، وكاع المشجعين الميلانيين غادي يتقلبوا لهم حوايجهم واحد بواحد، لكن ما غيلقاو والو لان الباش كاين في واحد الكوفر ديال الطوموبيل ديال احد النواه اللي جابها في الباخره، الامر اللي ما ردتش ليه البال الشرطه. وغادي يوصلوا لمينا للمقر ديالو وغادي يخبعوا الباش مع الغنائم القديم. لكن القصه ما غتساليش هنا، فمن المعروف ان مشجعين كالياري عندهم توأمة مع جماهير الانتر
اللي هما اعداء الميلان. وهاد الصداقه كانت بفضل القائد تشيرلو اللي عنده اصول سردينيه ووعدهم باش يرجع لهم الباج ديالهم. مشى تشيرلو للمقر ديال الميلانيستا وغادي يتلاقى بمارتينو وفالكا، قال لهم خاصكم تردوا الباش ديال الفيريوز، لكن غادي يكون نفس الرد اللي قالوا للبوليس. الباش كلاتو كلاب البحر، ويقول لهم شيورلي الباش ما كيسرقوش الناس باش يرموها في البحر. هو يجابو فالكا بواحد الطريقه مخززه، الا ما عجبكش الحال دورميا وقلب الست سوء. في الماتش ديال الديربي بين الانتر والميلان، جماهير البريغاتي غادي تقلب الباش اول مره في كورفاسود، الحاجه اللي خلات البوليس يعرفوا راسهم انهم قلبوهم. وداك شيرلو قائد جماهير الانتر غادي يكون رد قاسي نوعا ما، حيت غادي يمشي لواحد البوتيك اللي كتطبع البيشان والدرابوات، وكان عارف كاين تما واحد الباش ديال البريغاتي، وصيفط واحد جوج باش ياخذوه ويجيبوه له، ومشى عطاه لفيريوزي وقلبوه في الماتش ديال كالياري ومالطا اللي تلعب في كالياري. لكن مشجعين ميلان اعتبروا ان داك الباش قديم وماشي رسمي، وان الا سرقتي لهم اي شارب غلا من هادشي اللي داروا في الاعتقاد ديالهم، وان جماهير الفيريوزي داروا الباش مقلوب بحال الا سرقوه بالقوه. وغادي يجي مره اخرى شيورلو عند البريغاتي وغادي يعرض عليهم جماهير الميلان باش يبدلوا الباش ديال الفيريوز بالباش ديال البريغاتي، ولكن غادي يردوا عليهم نواه الميلان راكم ما سرقتوا لينا والو، ديوه ديروا به اللي بغيتوا. سرقه البيشان كتبقى قضيه قوه وسيطره ماشي بلا ماكرو والدبلوماسيه. ومره اخرى الجروب ديال ميلان غادي يقلبوا الباش في السانسيرو، ومعاه جوج ميساجات. الاول كتبوا فيه عمل خبيث من اجل منح المجد للسرد، وهنا غادي كلاشوا جماهير الانتر والكالياريين. والميساج الثاني مكتوب عليه شيرلو اي نوع الرجال، وهنا غتنتهي قصه صراع القوي اللي يجمع بين مجموعتين والفضول ديال جماهير الانتر. وهاد القصه مقتبسه من الكتاب فيريوزي، وهو كتاب لي فيه بزاف د المغامرات، وكنوعدكم نبحث عليهم. المهم هنا غادي تسالي الحلقه ديالنا، قبل ما تخرجوا فرقوا عندك سبسكرايب وخليو شي لايك للصيبر. الى هنا تنتهي حلقتنا، تهلاو.